مستخدمة هنا من السوق المصري ومحلية وموجودة يعني متوفرة، مفيش حاجة غريبة. أبيض من الجرانيت. الدور فيه كم شقة؟ ده مدخل العمارة، وهنا الدور أربع شقق. شقتين دول بيبقوا صغيرين شوية اللي هم عند المدخل. وبعدين ده في الأرضي بس. وبعدين الشقتين اللي في الخلف بيبقوا قد الشقق اللي فوق. زي ما حضرتك شايف السلم من الرخام المصري المحلي، النموذجين بيختلفوا في المساحات بتاعتهم، يعني A8 160 متر، B8 180 متر. طبعا ده جروس اريا، لكن الصافي بتاعها بيبقى اقل شويه. زي ما حضرتك شايف التشطيبات، هنا الارضيات بورسلين من شركات المصريه، الدهانات بلاستيك من اجود الخامات اللي موجوده، الالومنيوم من انتاج الشركات المصريه وقطاعات اللي هو الالومنيوم خامات 100%. كلها ما هنا. زي ما حضرتك شايف برضو هنا اهو المواقع. انا عايز اقول ان المساحه بتاعت المباني في المجاوره الثامنه بتمثل 28000 متر مسطح، الموقع العام 133000 متر، من ضمنه 16000 متر حدائق وجناين وحاجات زي كده. يعني انا عايز اقول ان الفراغات اللي هو كبيره جدا زي ما حضرتك شايف، والجناين و يعني شايفين البنى بحوالي 25% 25% اجمالي مسطحات الموقع العام اللي بتشمله الحدائق. تمام. وكل الشقق هل كنتوا حريصين يكون لها نفس الفيو وجناين طبعا ده تصميم الاستشاري هو اللي بيحطه، واحنا بنشتغل عليه احنا وبقيه الشركات اللي موجوده في المشروع، وهو حرص على كده. وطبعا ده طبعا تحت اشراف وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه، طبعا بتباشر الكلام من ده قبل التنفيذ. بقيت ملامح ده الريسبشن. ده الريسبشن. هنا في المطبخ برضو، يعني جنب باب الشقه زي ما انت حضرتك شايف مستوى السيراميك، الذوق حلو طبعا، والخامات جودتها عالية ومتوفرة في السوق، أي حد يقدر يجيبها. المهم إن احنا طبعا بنهتم بإن الذوق يبقى جميل والتشطيب على أعلى مستوى. هنا ده الحمام الكبير زي ما حضرتك شايف برضو. الحوض والخامة والكومبينيشن الفاليو زي ما حضرتك شايف. طب برضو الأذواق طبعا احنا اخترناها مع ممثلين من الهيئة ومن الوزارة والاستشاري، واخترنا الحاجات دي. وطبعا عملنا موكب شافه سيادة الوزير قبل ما نبتدي نشتغل في التنفيذ ووافق عليه. دي الأوضة الماستر روم، وده الحمام بتاعها زي ما حضرتك شايف كده، ودي كابينة، ده شاور، دي الكابينة طبعا معموله بباب ازاز سكريت، وبرضه الحوض الكومبينيشن. طيب يعني حضرتك احنا حضرتك قلت في نموذجين من الاسكان، احنا شفنا هل كله، احنا شفنا هنا في ثلاث اوض واوضه ماستر، هل كله في حضرتك نفس النموذجين فيهم ثلاث اوض مع بس فارق المساحه؟ النموذجين ثلاث اوض نوم، منهم اوضه ماستر فيها حمام وحمام ثاني ومطبخ. وفي نموذج بي في ثلاث حمامات.